وكوره مشروع الاسكان الاجتماعي في محافظه البحيره. ثواني يا جماعه، ثواني يا جماعه. 504 وحده سكنيه الحقيقه كانت القوات المسلحه قامت ببنائهم وتسليمهم لوزاره الاسكان بالتنسيق والتعاون مع محافظه البحيره، والحمد لله ربنا وفقنا وانهينا المشروع في زمن قياسي. والنهارده بنسلم ال 504 وحده. النهارده كنا بنسلم حوالي 80 عهد، يعني اول 80 عهد من الوحدات السكنيه اللي هي تم تخصيصها بالكامل لمواطني محافظه البحيره ومدينه دمنهور. احنا عندنا في محافظه البحيره تقريبا 8000 وحده سكنيه سواء انتهوا او جاري انهائهم ان شاء الله، وباذن الله هيتم تسليمهم تباعا. احنا اعلنا على عدد منهم وهنبدا نسلمهم تباعا في خلال المرحله الجايه. اهميه هذا المشروع طبعا زي ما حضراتكم شايفين الوحدات مبنيه على اعلى مستوى، الخدمات موجوده، المكان في قلب مدينه دمنهور، في محلات تجاريه، في خدمات، في كل شيء موجود بحيث يقدر المواطن النهارده يبني، يعني يسكن من اول يوم. المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء كله واصل في الوحدات السكنيه، والحمد لله ده يعني نموذج ومثال على مستوى المشروع النهارده اللي الدوله بتنفذه، اللي هو بيعد وبدون مبالغه واحد من اكبر المشروعات على مستوى العالم اللي بتنفذها دوله لشبابها ومحدودين. مع الوزير دمدي وزاره التطوير التطوير الحضري والعشوائيات بمجال لوزاره الاسكان، حضرتك في اجراءات تطوير مناطق الخطره في النهارده. احنا ناقشنا مع معالي المحافظ المشروعات الخاصه بتطوير المناطق العشوائيه والغير امنه في المحافظه مع المسؤولين من صندوق تطوير المناطق العشوائيه. النهارده ان شاء الله هنبدا على طول تنفيذ تطوير منطقه الحصاره في رشيد ان شاء الله، وبقيه المناطق الاخرى باذن الله. عندنا خطه تنفيذيه النهارده هذا الموضوع عشان ننهي مشكله المناطق الغير امنه اللي موجوده النهارده في محافظه البحيره. ده اهميه اولى واولويه اولى النهارده. بعض هذه المناطق بيبقى ممكن منطقة عشوائية فيها مشكلة صرف صحي، بعضها بيبقى الوحدات السكنية نفسها غير أمنة ولازم نهدها ونعيد بنائها مرة أخرى، وبالتالي إحنا النهاردة شغالين على كل المستويات، وبالتالي لو في مشكلة مثلا مشروع صرف صحي وبالرغم إن المنطقة عشوائية وغير قانونية، لكن برضه بندخل النهاردة من منطلق طبعا بعد العدالة ونحاول إن إحنا نعملها التطوير والتنمية بتاعتها. في أحيانا في بعض هذه المناطق نتيجة لإن البنى نفسه كان عشوائي وغير يعني مبني بصوره سليمه، ابتدت الوحدات نفسها بقت مهدده لارواح المواطنين، فالنهارده بنحتاج ان احنا كدوله ندخل ونعيد بناء هذه الوحدات السليم ونسكن الناس في نفس المكان اللي هم موجودين فيه، وبالتالي ما نعملش اي نوع من التهجير للمواطنين، ولكن بالعكس احنا بنبني لهم اسكان حضاري وعلى اعلى مستوى زي المستوى اللي حضراتكم شايفينه ده بالظبط، بنبني زيه للناس في العشوائيات وفي نفس المكان اللي هم موجودين فيه. لو فدنا مرحله العالمين زي حضرتك في خطط تنفيذيه ان شاء الله ان شاء الله هيطلق المشروع باذن الله. احنا بدانا خطوات تنفيذيه بالفعل وان شاء الله هيطلق المشروع في خلال الايام. مع الوزير انخفاض جوده ماء الشرب في محافظه البحيره بسبب تلوث النيل وبسبب انخفاض كفاءه الاداء في شركات المياه في البحيره خلال الفتره اللي فاتت. لا بص حضرتك، انخفاض النهارده شركه البحيره يمكن تعتبر من افضل الشركات على مستوى الجمهوريه في الاداء، والنهارده يمكن يعني محافظه البحيره النهارده ناقشنا برضو ثلاث او اربع مشروعات هننهيهم ان شاء الله باذن الله تباعا بحيث بحد اقصى قبل رمضان القادم يكونوا دخلوا الخدمه، وبالتالي يبقى ان شاء الله نمر الصيف الجاي ما يبقاش عندنا مشاكل في محافظه البحيره.